السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شهاب الفضائية في برنامج شمس الفداء. محرم الحرام هو مدرسة يتعلم منها الصغار والكبار من خلال الدروس التعليمية والتثقيفية والتوعوية والمحاضرات والخطب وكذلك تعليم القرآن الكريم، ولا يقتصر هذا الشيء على المساجد والحسينيات بل حتى في البيوت. واليوم احنا جايين حتى نزور احد البيوت اللي تقيم هذه الفعالية، خليكم ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بالزوار، شرفتوا نورتوا الدار. ليش تشوفونا صغار صغار بالتعليم نصير كبار؟ أهلاً وسهلاً بكم، وإحنا نتشرف إنه إحنا ما بينكم، وإحنا من برنامج شمس الفداء، واليوم جايين حتى نسوي إياكم مقابلة ونتعرف عليكم ونشوف شنو اللي اكتعفتوه واكتسبتوه من خلال تواجدكم هنا. ست، أثناء دخولنا شفناكم تستخدمون الشاشة والكمبيوتر، شنو الأدوات اللي تستخدموها؟ إحنا نستخدم طبعاً كمبيوتر ونراويهم أناشيد وقصص تعليمية تخص الحدث اللي إحنا نريد نوصله الفكرة إلهم، وأيضاً نستخدم من الوسائل التعليمية اللي ناخذها بأن نراويهم مثلاً أحاديث إحنا نكتبها أو رسومات، بعض الرسومات اللي إحنا نرسمها. مثلاً هاي كان درسنا عن الحجاب، فحتى نوصل لهم فكرة الحجاب الصح رسمناه حتى هم يلونوه، وهم توصل لهم فكرة ياهو اللي يكون حجابها هو الصح. جذبني الصندوق معلومات الحسينية، أريد أعرف شنو هذا الصندوق؟ صندوق المعلومات الحسينية طبعا هذا سويناه في شهر محرم الحرام. كل يوم نعطيهم درس، فراح يكون هذا الدرس بمعلومات عن الإمام الحسين. نشوف كل بنية شنو الأشياء اللي تعلمتها واستفادت من عندها، راح تكتبها في ورقة وتضمها في هذا الصندوق. ورا شهر محرم وصفر راح نستخرج هاي المعلومات وأسوي أسئلة عليها، وأشوف هاي المعلومات اللي إحنا أخذناها باقية في ذهنهم، فهاي فكرة الصندوق. فكرة جدا رائعة، شكرا جزيلا، عظم الله أجوركم ونلتقي بالبطلات. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. عظم الله أجوركم. أعظم. عظم الله أجورك. وأجوركم أعظم. شنو اسمك؟ مريم. مريم، بطلة يا مريم، شنو استفاديتي من خلال تواجدك هنا؟ هواي استفادت، تعلمنا الوضوء والصلاة، عن حب أهل البيت وأخلاقهم، شوية تعرفنا عن أهل البيت والأنبياء. حجابك؟ نعم. وبعد أكو؟ أي هواي صح، بس ناسيتهم ممكن. منو اللي عرفك على هذا المكان؟ سمعت من صديقتي وحبيت أجرب هالمكان. نلتقي بفاطمة. فاطمة، شنو استفاديتي من خلال تواجدك هنا؟ عن فروع الدين وأصول الدين هن خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعادل. وعن الحجاب وعن سيرة أهل البيت ومحبتهم للناس أن يوصلون الدين. بطلة وتبارك. استفادت يعني كل يعني شيت يعني زمان أريد أجي هنا، بس أول شيء قلنا لأبويا، أول شيء قال أخاف عليكم من ورا كورونا، بعدين قلنا له يوم الثاني ما قبل، بعدين قلنا له قبل، قال روحا. وأخيرا يعني فرحتي من قبل؟ إيه. كلش لهواي؟ لا هو أنا أول مرة أجي هنا. شكرا جزيلا، من خلال تواجدكم هنا أكيد حففتوا أحاديث. شنو الحديث المحضر لنا؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله يكره القيل والقال وصرف المال وكثرة السؤال. بطلة. وهنا مريم. فاطمة، فاطمة شنو حابة حديث؟ عن الإمام الباقر. قال الإمام الباقر عليه السلام: يا بني إياك الكسل والضجر، فإن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقك. فعلا نشوف تبارك حابة حديث. قال الله عز وجل: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. بطلات شكرا جزيلا، متواصلين وياكم قناة شهاب الفضائية. عظم الله أجركم، ونلتقي بصديقاتنا المشاركات بالدروس الدينية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ زهراء. زهراء. والبطلة؟ تبارك. والحلوة؟ كوثر. كوثر وتبارك وزهراء، قالوا لنا انه انت عندك مشاركة، خلينا نسمعها. تفضلا. نعم. تفضلا.
هذه أصول ديني يا ناس فاسمعوني، هذه أصول ديني يا ناس فاسمعوني، أولها التوحيد وعنه لا أحيد، والعدل ثاني أصلي يفوق كل عدلي، والثالث النبوة رمز الهدى والقوة، والرابع الإمامة للمتقي علامة، والخامس المعاد إذ يحشر العباد، إذ يحشر العباد. بطلات شكرا جزيلا، متواصلون وياكم مشاهدي برنامج شمس الفداء. أيضا يا أصدقائي القصص من الدروس اللي درسوها هنا، ونشوف صديقاتنا إذا وحدة حابة قصة. ناخذ قصة من وحدة، رح أخذ أنتي. شنو اسمك يا بطلة؟ تبارك. تبارك، شنو القصة؟ عن شنو تتحدث؟ قصة اليهودي. تفضلي نسمعها منك. كان الرسول دائما يروح للمسجد يصلي، فيوم من الأيام فاليهودي كان يشمل على هواية أوساخ، فيوم من الأيام اليهودي تمرض قاعد ببيته، فالرسول راح سأل عنه، قال له وين اليهودي؟ شو اليوم ما هو؟ قال له مريض ببيته. فراح الرسول دق الباب عليه، قال الحمد لله سلامة، شنو مرضك؟ فقال هيك لازم تشرب الدواء. فاليهودي اتعجب من الرسول، قال الرسول هيك عاملني بأسلوب كلش حلو، أنا يعني عامله بأسلوب أبد مو حلو. فاليهودي اعتذر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا جزيلا يا تبارك. أنتم أيضا أصدقائي لازم تتعلمون قصص حلوة ومفيدة مثل تبارك. شكرا جزيلا يا تبارك، شكرا جزيلا. رح نسمع من صديقاتنا نشيد جماعي، تفضلا. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.